مواكبة التوسع بالخدمات السريرية والعلاجات في مختلف المرافق الصحية، سلسلة من الافتتاحات لخدمات نقل الدم الفرعية والرئيسية ستشهدها وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة. بنك الدم اللي يفتتح بمستشفى جابر، وأيضا هناك بنكين دم إن شاء الله سيتم افتتاحهم في منطقة العدان في الجنوب، وأيضا بمستشفى الجهراء. عربة متنقلة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بتبرع كريم من الشركة الكويتية لنفط الخليج، مهداة إلى إدارة خدمات نقل الدم، ستجوب العديد من المناطق والمنتزهات والجهات الحكومية وغير الحكومية. فهذه المبادرة جسدت مفهوم المسؤولية المشتركة لدعم الخدمات الصحية. السيارة اللي تشوفونها تكلفتها تقريبا 320 ألف دينار كويتي، قام بهم يعني مشكورين بالتبرع. مجهزة سيارة من صالات استقبال وصالات لفحص الدم، وأيضا صالات لصالة تسع ثمن أسرة لسحب الدم، وأيضا استراحة للمواطنين. أهداف المشروع أنه أولا مساهمة اجتماعية من القطاع النفطي والأخوة في نفط الخليج إلى دولتنا الحبيبة، الرد جزء بسيط من فضل الكويت علينا بعد الله عز وجل. الثاني نساهم في رفع معاناة أي مريض بلحظة معينة وبسرعة. حاجة مستمرة وملحة لقطرات الدم. بنك الدم المركزي يرسل يوميا ما يقارب 300 كيس للدم للمستشفيات، لذا الاعتماد الأساسي على حملات التبرع الثابتة والمتنقلة. السنة اللي طافت جمعنا من الحملات المتنقلة 15,000 كيس دم من كل الهيئات والدوائر الحكومية، كان يمثل التبرع من الحملات المتنقلة كان يمثل 15% العام. وصلنا يعني هذه السنة 2019 وصلنا ل 20%. خلال هذا العام بنك الدم المركزي جمع ما يقارب 85 ألف وحدة للدم، 30% من هذه الأكياس يخصص للمخزون الاستراتيجي للطوارئ.